الحمد لله شكرا كويس. باسمي وباسم عيان واهالي مدينه فرسطاء نود ان نرحب بالسيد عميد بلديه كباو السيد مراد مسعود مخلوف والسادة اعضاء المجلس البلدي لبلديه كباو والاخوه الضيوف الكرام، ونقول لكم نزلتم اهلا وحللتم سهلا. وفي البداية نبارك لكم ثقة الناخبين ببلدية كباو لاختياركم لمهام إدارة المجلس البلدي كباو، ومطمئنين بأن البلدية في أيد أمينة. وما هذه المبادرة التي قمتم بها من خلال الزيارة الميدانية لمكونات البلدية إلا خطوة في الطريق الصحيح؟ السيد سالم الشريحة عضو المجلس البلدي، طبعا اخ سليمان ما لاش ناس مراد عضو المجلس البلدي من البلدية باذن الله. صح. نمشي وحده ما تصدق نزود مرام غادي مرام فرصتها مراوين البلدية كل انسان، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق بالمرحله القادمه التوفيق ربي ودتسي ونشكون. انا وحده ما تقدرش عليك حاجه، باش نحمل الجماعه عريش من كل مهندس ماشي نفساونا ولا تحطوا دي فساون بعضنا. دا نخدم بالمجلس البلدي نشبه حديث باش كاداه ان نمشي نمكن قدر ان ننفذ سيس مشاريع بارض الواقع. شبحش لي سلام كان للسلطه كلهم اعضاء المجابره من الميرن من الشاد من كذا، فشبح حديث باش كل مراونهم الجسم وجل. فتختصر رغبكم ان نمشي نسال الله ممكن الفتره الجايه تكون فتره تغيير، لكن كل لا يتعدى ان نمشي نبدل من بعضنا في فساهم بعضنا. مشكورين جدا استقبالنا الناس من غداها اللي شرفني بالشرف ان نمشي بالاعضاء من المجلس البلدي اللي زدنا تحت لانه هنا الاولاد جنب الاعيان قناة لإتماتنا بفرصتي، فنسأل الله أن يحفظكم ومدكم بالصحة والعافية يا رب. إن شاء الله نحفظ هذه المرأة من عائلة طريقة وناس يعني عندها تبي تخدم معهم. فإذا احنا نبغى نتواصل معكم في البرامج هذه. شكون نتصل بكل شيء نجم. ما تعرفش إن شاء الله بارك الله فيك. ما في وقت الحاجات إن شاء الله اليوم ما نطلبش شي حاجه واجد فما حسب امكانياتكم. حتى بس نتواصل ديك وانني ديك البلديه فما لان الفتره اللي فاتت حتى ليش تواصل مش ديك البلديه يعني خاب 10 خمس اللي فاتوا يعني شبه البلديه كاش اللي سنس الخوات. طبعا لا شو بعدين كل شيء. قصدي باش تكون غير كل خلفيه ممكن. ان شاء الله باذن الله. على دور هاي. تفضل. بالنسبه للست سنوات. نعم. 4 سنوات. انا خدمت ديزنا تعاون ديش جميع نضم كيما مراد اخر سليمان قبل نشوف سوا مفتح عند داكيدا نقودوش انا نخدم الا جميع دوفس دوفس. ان شاء الله نتقصر جديد من 4 سنين وهو ده نصنع على الاقل بصمه لا نصنع تغيير للمنطقة. بارك الله فيكم صحيتوا في الاستقبال الله يكرمك. انا نفس عقليتوش نجد بروش حتى لو استفادتش بعد 4 سنوات تكابل ولا تندمير ولا فرصتها ولا مجابره استفاد شي لور نفاس موضوعه تبعدته الاجتماع اللي صار غلط تنجي جب حديث المكسب والقرار بكل. في اطار التنسيق بين المجلس البلدي كباو ومحله فرصتها، طبعا المجلس البلدي كباو يعني بادر بخطوه متميزه وهو انتقال من انتقال الى المكونات البلديه واطلاع على جميع الصعوبات التي واجه المنطقه. طبعا اجتمعنا اليوم مع عميد بلديه كباو والجهاز التنفيذي للبلديه بحضور الاجهزه التنفيذيه الحرس البلدي ومركز الامن ببلديه كباو، وحقيقه لقينا منهم تجاوب كويس واستعرضنا بعض الصعوبات التي واجه المحله خلال مشاكل المواصلات والمياه والتعليم والصحه، ولقينا تجاوب معهم تجاوب كويس وان شاء الله ربي يوفقهم. طبعا الميزه الشعبيه البلديه حاليا امكانياتها بسيطه وما فيش ميزانيه، لكن في المستقبل ان شاء الله يعني وعدونا بايجاد حلول لبعض المشاكل الموجوده داخل المحله، وبارك الله فيهم.